ديما نحاولوا نحكيوا على المشاكل والتحديات والسلبيات اللي تمس المواطن في معيشته اليوميه. الاسعار والارتفاع المطرد للاسعار هذا اللي اصبح من عاداتنا التونسيه كل عام، كل ما يكون عندنا مناسبه سيدي رمضان العيد الكل فجاه هكا برشا اسعار نتاع مواد اساسيه تطلع. هذا الارتفاع يعني يكون غير مبرر. الايامات هذه احنا ما نبعدوش برشا على الاحتفال بشهر سيدنا رمضان، اكثر الحديث انه باش يزيدوا مره ثانيه في سعر حاره العظم. نحكيوا على العظم السوري خاطر العربي ديجا ما عادش فما بالكل بالكل. شنو رايك؟ والله المفارقه الشيء العجيب انه في الغرب مثلا في لونجلتير ولا في فرنسا ولا في دول اوروبيه في المناسبه حتى نتاع رمضان معناها نتاع اعياد المسلمين يعملوا دي بروموسيون، معناها يتوجهوا لشريحه هامه من المسلمين ولا هذوم. لا هذوم بغض النظر معناها على اختلاف وجهات النظر ولا المله ولا الدين يستغلوا فرصة. نحن في بلادنا للاسف وفي البلدان العربيه يستغلوا الفرصه معناها بطريقه سلبيه برشا ويشعلوا في الرفع في الاسعار وتولي اسعار ملتهبه واللي المواطن ما عادش قادر باش يقضي الاساسيات، ما عادش نخموا باش ناخذوا حاجات كماليه. نحن كماليات ولينا نخموا على الزيت وعلى العظام وعلى البريك وعلى الدرشنو وعلى الخبز. وقت تشوف الصف معناها صفوف قدام لي بولونجوري المخابز كيفاش ما عادش تقضي، ما عادش تنجم تخلط باش تاخذ الحاجات الاساسيه للعائله، فهمت؟ وهذا زاد مربوط مش مربوط زاد بالعقليه الموجوده، زاد المواطن ينجم يكون ما يكونش ملهوف برشا، فهمت؟ ياخذ حاجاته اللازمه في اللازمه وما يكثرش على روحه، فهمت؟ ديجا نشوفوا نحن حتى الناس بسطاء تلقاه يقضي ويقضي ويقضي وبعد، فهمت؟ يخزن. فما زاد جانب وعي كونسيونس معدوم، فهمت؟ والعباد تلقى شاده صف وهك تشوف المولد مثلا زقوقو ب 35 و 40 ودرا قداش فاش قام عليا يعني ناخذ في زقوقو سومو نفس سوم كيلو لوز مثلا فهو كهجاف. اي ناخذ حاجه اخرى ولا مش لازم نعملو في وقت المولد، ناخذو قبل ولا نتصرف. نعملو عصيدة لوز تتكلف ارخص. اسمع زاد انا اللوم على المواطن اللي هو زاد مساهم في الحكاية هذي، فهمت؟ تو انت زاد ناس تصرف فيما لا يعني، فهمت؟ فما وناس تضرت زاد تو الناس تضرت خاطر تمست في الحاجات الاساسيه. اما كي تقولي العظام ودرا شنو الفوتور وفوار يلزم العباد تتبدل وهي راهي. اسمع الازمه مستنا تو كيلو اللحم في تونس ماهوش كيما كيلو اللحم في فرنسا. سو ما نعرفش قداش كيلو اللحم في فرنسا. اي سوم كيلو العلوش في فرنسا بقد ايه؟ العلوش نورمال العام نورمال 9 اورو 8.50 9 اورو و الفخد تلقاه 13 اورو. اي توا كلامه صحيح كلامه تصديق لكلامه توا 9 اورو معناها 26 دينار نقول ولا 30 دينار. باركونتر المقدره الشرائيه مش كيف كيف والسالير مش كيف كيف، معناها تشوف انت حتى النيفو دو كالوري هما باش يحسبوا حتى المقدره والنيفو دو في النيفو قداش الكالوري قداش ياكل التونسي مثلا طاح، معناها ما عادش ياكل في حتى في بدنه فارغ، فهمت؟ ما عادش علاش توا كل شيء راه مربوط بالبوف. الامن الغذائي يتربط فيه الامن الثقافي، يتربط فيه درجه الوعي، خاطر كرشك فارغه سامعني. الشعوب اللي ما عندهاش امن غذائي وما تاكلش من الارض نتاعها ما تنجمش تبدا سواء في كوره في رياضه في اللي تحب انت، فهمت؟ وهذا راهو توتي رولاتيف، صدقني توتي رولاتيف. شوف تونس هذه ما تمرت روما كانت توكل في روما، معناها يا مجتمع يا مسؤولين رجعونا البذور نتاعنا، رجعونا القموح، رجعونا المشيت نتاعنا اللي تنتج ديفو وشجعوا الفلاح وفك علينا من تسقي في الفريز وفي الحاجات اللي هي كماليه بالحق. ازرع القمح استغل، فما فرصه باش نعاودوا ننظفوا تو دو موا. كانت تتواصل الكريز هذه نتاع الحرب ولا التوتر ما بين روسيا واوكرانيا راهي يلزم فما نظره استشرافيه خاطر نستوردوا في القمح من روسيا واوكرانيا. احنا 80% من احتياجاتنا من اوكرانيا وروسيا. تو انت الفلاح
ومش كليام راه واش نقول لك ماهوش حبر على ورق ووراق وبابراس طويل وعريض للي هو يفد. عطيه هذه شجعوا والشباب هذا اللي قاعد يتلفح في الكياسات وقاعد بطال ومش لاقي خدمه وبيلوج على بلاصه مسمار في حيط ويرتاح يا خويا خليه يغامر وهو صغير وعمل تحت سلطه الدوله. اعطيه له التيران وتحت سلطه الدوله ماهوش مشي مش حتى تكرهولو مهندس فلاحي تكنيسيان سوبيريور المنطقه الناس اللي باش تنزح خاطر فما راهو شنو صار في تونس فما المدن صار لها تريفت المدن ولد كالريف والريف فراغ سو كيفي الناس اللي باعوا البقره نتاعهم وباعوا الواحد ونسحوا ما لقاوش الكونفور نتاع المدينه فهمت اللي يحلموا به المدينه هاك شوف اللي في بيريفيريك نتاع تونس ولا نتاع سوسه ولا ولد ريف ما عادش وسخ ودرا شنو حتى الدوله لازم تعمل اقطاب كيما في المروك تو تعمل اقطاب صناعيه اقطاب فلاحيه اقطاب فهمت وهكاك كله معناتها تتحسن الامور. عندي ليك سؤال في فرنسا كي نقولوا الكيلو علوش ساكوت 9 يورو الشهر بين قديه وقديه باش المواطن غادي ياخذ الكيلو العلوش ب 9 اوروات بون غادي بون كان العلوش غالي تلقى دجاج 4 كيلو دجاج 10 يورو يجوا امبورتي من بلجيكا الناس الكل ياكلوا غادي ويتعيشوهم خير الكل الدنيا في العالم موجود وغادي وغاسبياج والبرودوي تاع الباز بلاش فلوس سكر وحكايات هذوما عندهم ستوك مع مش كوموندي كل شيء عند ديلو خاطر نخدم دون 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 لاليمونتاسيون بالدات دي دات ال 29 يتيشو ال 28 لا بوبيل كان ساعات لازم نعطيهم جماعة انكور كونسومابل احنا يبدلوا له الدات ويعاودوا يبيعوا هادي نهارين دات دو ليميت دو كونسوماسيون يعطوا ياغورت مي نجم تخليه حتى 30 يوم يتاكل صحيح جو دي فرانشمون حتى واحد ما يكخب دو فان حتى واحد زوال ما يخدمش يعطوا له ايد بور بيي لاسيستون سوسيال تاتي دبر مرا بوليد تعطي له اوبليجي دار ما تخلي ما يخلوهاش لبرا خاطر لا فيولونس لا فيولونس بور لا فام اون فو با سي ان فيولونس كون تي دون لا رو تعرف سي مشكله تبدا مرا بولادها لبرا في الكياس سي ان فيولونس انكور بلوس فيولونس كو فيزيك فهمتي فما نو في تونس الفيشيك اون رين ا فوتر On regarde le matériel, on regarde ah ou un ou ma un douche. Hâte ça hâte, mais fait morgue. Un que marche à jet de nersine. Un souci, je sais pas, ta lipsa ou la hage. Mais maintenant, t'as tel bas quoi tu veux. Rite les fripes. Pas manes. Ils me chauffent le conteneur, ta fripe. Ils se vident, ils bient fait le marché. Au bout de ça, je dis, comment dire. Tout l'habillement, des fois, un garde-robe, pas ma souris, mais elle est en train de faire le rizan. Comme on dit, en tous, un de souris, il y a 10 fois. Regarde, souris, il dit, t'as un bon pantalon, tout, tu le veux, je te donne, ou le magasin, ou non, c'est ça. Voilà, l'Occident fait mourir de faim l'Afrique. économiquement et nous on croit que nous aide elle nous enterre voilà كلمه مهمه برشا قبل 2010 قبل 2010 كنا نقولوا فمش واحد تونسي يبيت بلاش عشاء هذه الجمله تتقال خاطر انا راه يلزم نبض الشارع شنو العباد شنو تحكي في الشارع في المترو في القهاوي هذيك باش تفهم شنو فما مش قاعد في البرج العاجي نتاعك وتكتب يقول لك ما فهمش تونسي يموت يا ربي بيت بلا شاشة يبان تو فما التوانسه تو ولاو ياكلوا لمجه واحده فهمت يا فطور يا عشاء وبصراحه ان شاء الله ما تويلش المده هكا وتتبدل الامور ويزم زاده الضرب بيد من حديد على العابثين الفاسدين الناس اللي تحتكر هذوما يزم يلقاو لهم وسيله يا خويا ما تلعبش بقوت التوانسه ما تلعبش ما عندكش حق ماهوش مسموح
ماهوش مسموح بانها باش تلعب قوة التوانسة. هذه مسؤولية كبيرة للمواطن وللدولة، وان شاء الله انا متفائل فترة عصيبة وان شاء الله تمر بسلامات.